من أقوى علامات نهاية العالم على الأبواب هي علامة مكتوبة في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة. نبي دانيال ده نبي يهودي، الله أرسل ليه الملاك جبرائيل عشان يوريه أحداث آخر 7 سنين في الأرض، فكتب الكلام في الصفحة رقم 12. الملاك بيقول للنبي دانيال إيه؟ من وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب 1290 يوما، طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما. أما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. الكلام ده مكتوب بالشفرة عشان الناس تفهمه وناس تستهزأ بيه. بيقول لك من وقت إزالة المحرقة الدائمة، المحرقة الدائمة دي صليب يسوع المسيح. إزالة المحرقة الدائمة دي يعني اختفاء صليب يسوع المسيح عن المؤمنين بالله. أول لما تزال هذه المحرقة الدائمة ويظهر جيل الارتداد الكبير اللي هيظهر وسط المسيحيين، هيحصل إيه؟ وإقامة ركس المخرب. ركس المخرب ده الذبيحة التانية، هتبقى قصاد جبل الزيتون، أول علامة من علامات بناء الهيكل الثالث. هذه الذبيحة بقرة حمراء هيتم ذبحها أمام جبل الزيتون. دي بتبطل ذبيحة المسيح، إن الشعب الإسرائيلي ذبح الذبيحة دي تبقى بطلت ذبيحة المسيح وتبقى إزالة المحرقة الدائمة. بيقول لك أول ما الحادثة دي تحصل، أول ما الحادثة دي تحصل هيكون فاضل على الدنيا والأيام 1290 يوما. 1290 يوم في زمان اسمه زمان الفوضى الكبير. زمان الفوضى الكبير، كل حكومات العالم هتسقط، وكل الأديان السماوية هتسقط، وكل المؤسسات الدولية هتسقط، والعالم كله حرفيا هيخش في بعض بسبب حرب شبه نووية هتحصل في الشرق الأوسط. والحرب المصغرة اللي بتحصل في الشرق الأوسط دي هتتوسع وهتجيب كل البلاد اللي حواليها. في الوقت ده هيجي أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، 4 زوايا الأرض، وهيجوا في المكان حول الموضع المقدس وهينشروا حرب نهاية التاريخ الكبرى. الكلام ده كله مكتوب. طب إيه العلامة التانية؟ بيقول لك إذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس تتم كل هذا. الملاك بيقول لدانيال كده في آخر الصفحة، بيقول له إذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس تتم كل هذا. وأنت شايف إن المؤمنين إيديهم اتفرقت والناس بقت ترغم على الشر والعائلات ابتعدت عن بعض، والعلامة دي اتحققت فعلا، لأن الأخ ابتعد عن أخوه والابن ابتعد عن أبوه، وكل العلامات ظاهرة قدام الناس، وإحنا مش عيبنا الجهل، إحنا عيبنا التجاهل. لكن عايز أنبئك اليوم إن إحنا داخلين على عصر فوضى لم يحدث مثله منذ إنشاء العالم، وهذا العصر الفوضى هيتبعه سمة النظام. بعد ما تحصل الفوضى بسبب حروب نهاية التاريخ هتنزل سمة النظام. سمة النظام دي سمة 666، بتوضع على اليد اليمنى من أجل تقسيم الناس، وهنا الناس هتتفرز حرفيا عشان يعرفوا اللي مع الله واللي مع الشيطان. كل اللي هيضع السمة دي هيكون مع الشيطان ويتم طرحه في الهلاك، وكل اللي هيرفض هذه السمة، كل اللي هيرفض هذه السمة هيكون مع الله الحي، وحتى إن مات هيحيا. عشان كده السيد المسيح بيقول لك كن أمين إلى الموت فأعطيك إكليل الحياة، لأن إحنا داخلين على عصر الفوضى، وهتشوف الكلام ده بعدين أمام عيونك، لأن هيكون على الأخبار خبر على خبر، خبر على خبر، يوم ورا يوم. فالوقت قريب، كل علامات يوم القيامة ظهرت. مطلوب مننا حاجة واحدة إن إحنا نعملها، إن إحنا نعترف بدم يسوع المسيح. كل ما نعترف بدم يسوع المسيح بينول باسمه غفران الخطايا وبيكتب اسمه في سفر الحياة. هو ده المحرقة الدائمة وهو ده الذبيحة العظيمة. كل ما نعترف بدمه بينول غفران الخطايا وبيكتب اسمه في سفر الحياة. أما كل من أنكر صليب المسيح لن يكون له حياة. الكلام ده اللي مكتوب في الإنجيل، وأنا مش جايب حاجة من نفسي. فالوقت الوقت قريب، استعدوا للقاء إلهكم.